الله الرحمن الرحيم مدير تشغيل نابلي لا نورم اللي راه اولى من دواعي الصعوبه مجمع جيكا ممثل الاسره الاسكرا باتنا قصه ام الدور المدير العام بعد تنصيب مويل مو اغريسيف دونك جو بو ايتيليزي 45 حصل مع كل الشركاء انا هنا ونسيت ولي يعاوننا انا هنا وكان كليون يجي عندها كومونطاج تاع بيتون راه يجي دون 2 اور كل ديك سيكون لا سونطرا بيكون تانيش معاكم صديق البيئه هنا باغ اكزومبل دو سونطرا بيكون راه يجي السيد في اطار قافلة إصغاء للزبون نظمت شركة الإسمنت ب en collaboration avec le groupe JICA, représentant du groupe JICA. هذه اليوم مع الزبون حتى نسمع الانشغالات الزبون واش المطلوب منا كشركة باش نلبي جميع الرغبات. طبعا هذا يدخل في إطار دفع بالمبيعات تاعنا إلى أحسن إلى أعلى مستوى. طبعا هذا اليوم كان مثمر وجاد جدا لان بحق سمعنا الانشغالات وعرفنا بعض الامور اللي لازم ثاني احنا كشركه نحسنوها ونكونوا في الشرف المستوى اللي يجب يكون حركيه تاعو. ونحن نقول انه عندما يكون قطاع السكن والبناء في حاله جيده كل الاقتصاد الوطني سيكون بحاله جيده. اذا اهنئ المجمع على الانجازات وأتمنى إن شاء الله لكم جميعا التوفيق والنجاح في يومكم هذا. ونتطلع أيضا من خلال هذه المرافقة مرافقة كل المستثمرين وكل المتعاملين الاقتصاديين طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص المرافقة الدائمة للمتعاملين الاقتصاديين والوقوف على احتياجاتهم ومساعدتهم بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية على مستوى القطر الوطني. إذا مرة أخرى أهني المجمع على مواصلة هذا العمل. هذا اللقاء في إطار مبادرة القافلة الإصغاء للزبون التي أطلقها المجمع سنة 2019 والتي شملت منذ انطلاقها حوالي أكثر من 30 ولاية من بينها تلمسان وهران شلف البليدة تبسة وبدنا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.